السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ ونقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم بفكرة ومشروع حلوة أوي 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 وجميلة جدا، مكسبها 100% إن شاء الله بإذن الله، وتبقى فتحة خير على ناس كتير أوي إن شاء الله بإذن الله. يعني مشروع حلو أوي من شارع بين حارات. شارع بين حارات ده في رمسيس، متفرع من الفجالة كلوبين. انزل رمسيس واسأل على شارع بين الحارات، وفي عنوان متصور كامل بالفيديو بالعنوان توصل ازاي. ندخل بالفيديو ان شاء الله على طول معانا الفكرة والمشروع حلوة قوي ازاي. جات الفكرة حلوة يعني الحمد لله، برضك دماغكو طول ما هي شغالة وفيها شغل حلو هتلاقي الدنيا. بحي الناس بتاع اسوان طبعا، حاج ام محمد وابو محمد، وبحي الناس بتوع امبابه، وحي الناس كل الناس اللي بيشترك على القناه وتبعت لي وتكتب لي كومنت كويس. بص صل على النبي، الكيس ده اللي قدام حضراتكم ده بيجي من كيس فيه 500 معلقه وشوكه من دول بكام؟ في ناس بتبيعه 50 وفي ناس بتبيعه 55 جنيه، ايا كان هو السعر مش تفرق معانا، بس احنا بنتكلم على فكره حلوه قوي. هنعمل ايه احنا حضراتكم بقى؟ ده ب55 جنيه، وده هنجيب الكيس من دي لزق ذاتي، ولو هنجيب ب5 جنيه يبقى ب60 جنيه، يعتبر مشروع ب60 جنيه. في 500 كيس من ده، في 500. لو عملنا حاجة حلوة قوي هنوريها لكم دلوقتي، عدينا 100 معلقة أو 100 شوكة من دول وحطناهم في كيس زي ده وقفلناه وبعناه ب20 جنيه. 100 بتتباع طبعا، احنا بنجيب حاجات من شارع بين حارات بالمية، 100 بتتباع ب30 و35، احنا هنقول هنبيع ب20 جنيه. هنبيعه لمين؟ هنبيعه لبتوع المكاتب، للحضانات. فكرة حلوة قوي ومشروع حلو. الحضانات ممكن تاخدها منك، تعرف العيل ازاي المعلقة بيتعمل بيها ايه. هنعبيه بقى، هنعد 100 مشكل من ده، ونرجع لحضراتكم تاني هنوريكم احنا عملنا ايه. اتعبت قدام حضراتكم 100 بقلب الكيس زي كده اهو. في ناس طبعا ال 500 لا، ال 100 في الحضانات والمكاتب هتمشي حلوه قوي قوي قوي. بيتقفل طبعا الكيس ويتباع كده، ال 100 ده بيتباع ب 20 جنيه. حلو قوي مكسبه، حلو فكره حلوه جدا جدا، وعن تجربة انا عملتها وما شاء الله نجحت. حلوة قوي 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 للناس اللي عاوزة الافكار الجديدة دي، فكرة من الافكار الجديدة. وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن على قناة شارع بين الحارات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في كومنت ولايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان نوصل حضراتكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي كارت من قدام حضراتكم ده، اي كارت من قدام حضراتكم ده، السعر بيبدا من 13 جنيه ونص، 14 جنيه، 15 جنيه، البخت السيني والالعاب دي كلها. واللي قدام حضراتكم دي من عند استاذ علي ما شاء الله تبارك الله. هسيب لكم رقم التليفون بتاعه في اول كومنت ان شاء الله.